التحفيز له دور مهم كبير في هذه المرحلة. أكيد. طيب في المقابل ماذا عن العقوبة؟ التهديد، تلويح بالعقوبة. كويس كويس هادي. لا ما كويس السؤال مش هي. نعم. باهي. طيب طبعا حين العقوبة والتهديد لها شيء سلبية للأسف الشديد، كان يزيدها لحدها ممكن توقف تقول لك ما قريتش مش حتنجح، وكانت ما نجحتش راك في الصيف تقعد كل رقعد اليوم كله حتقعد الصيف كامل في الحوش، لك ماشي للبحر ولك ماشي لنادي ولك طالع لمنطقتك ولا ماشي لزياره لفلان، لازم تفهمه لازم توقف لان فيه مشكله. واضح. عفوا اريد ان استبين منك جزئيه. كويس. انت قلت يعني ان العقوبه صحيح ما تكونش بالتهديد بالضرب للوجه يعني لا الى حد معين. صح صحيح. ما هو حدها؟ حدها لحسب العمر، سواء كان الصغير كيف تكون عقوبته، واللي في مراهق كيف تكون، والكبير كيف تكون. بصفه عامه اللي هو احنا ديما نتعاملوا اكثر شيء خاصه في النفس وعلى الاجتماع نقولوا احنا تحرم الشيء اللي يحبه اهم شيء، ولازم تفهم تتكلم معه بعقلانيه. حتى لو سمح الله كان وصل شو بنقول لك نقول فيها وصلت لدرجه انك ضربته او مديته على ايدك، فاهمه ليه مصلحتك بشيء ما فيش فيك غل يعني، تفهمه وتحمل المسؤوليه بانك انت. انا مش حنقعد لك في الدنيا هذه، راهو غضب لما بتكبر من بيعول عليك، راه هذا مستقبلك، راهو مدادك يوصل في سن معينه تلقاه كل واحد واصل لمستوى معين او عنده حاجه معينه، انت مش حتحصل شيء في الدنيا دي. لازم تفهم هذا شيء في مصلحتك، ما تقولش ما يستوعبش، راه لان كل بلاد عنده مفتاح، خاصة الصغار الصغيرة تنزل لعقل العائلة هو بالضرب المعنى بالكلام. ما ينفعش بالضرب طوله بالبوني بالتكشيخ، هذا ما ينفعش. حتصح بين بنك حيدير جدار حتى كان بينجح أو غير بيرضي أمه وبيرضي أبوه، زي ما قلنا عايش الإنسان هو بيقرأ بينجح لإرضاء الأب والأم، مش لغاية هو يعني. هو مش بيرضي أمه وبيرضي أبوه، خايف من أمه وأبوه أكيد باش يسكتهم وخلاص. احنا مشكلتنا حتى في الناس الكبار، أوقات تهزم حتى الناس الكبار حتى في الدورات نديروا فيها، تقول لها شنو هدفك في الحياة هي؟ ما يعرفوش الاهداف نتاعهم معظم الناس. اللي المفروض احنا نعلموها لصغارنا هم صغار صغيرين، نعلموها لما تقرا كويس وتطلع كويس وعندك هدف كويس توصل اللي تبيهم بتغاك. احنا مشتنا لا انت غير اقرا اقرا باش تنجح وخلاص، هذه احنا مشكله، غير جيب لي درجات باي وسيله، هذا غلط. الانسان لما كان تعلمشي الغايه والهدف لهالدنيا هذه كيف يكون ليه مستقبل وكيف يكون ليه دور في المجتمع، تصبح عندنا مشكله راهي كبيره. احنا يا استاذي قاعد نعاود فيها ونكرر، احنا مشكلتنا كنا ليبيين خاصه في صغارنا، وقالت خاصة هذا كلام موجه للاباء والامهات اللي مهملين مع اولادهم مع بناتهم، ما يعدلوش عليهم في الاسبوع الاول والثاني والثالث والشهر الاول والشهر الثاني، يجي غير وقت الامتحانات اقرا ويضغط على عيل، هذا غلط. المفروض تكون المطالعه باهي والمراجعه من بدايه العام الدراسي باش نضمن ان عيلي مستوعب كل شيء وحافظ كل شيء ويخش الامتحان بدون اي مشاكل بدون اي ضغوطات. هذا بالنسبه للحوش، لكن احنا الطامه والكبرى فاش في المعلمين والمعلمات، طريقه الاسئله وحتى القاعه في حد ذاتها نتاع الامتحانات. وقالت حتى تلقى المعلم عنده مشاكل كبيره، المعلم عنده مشاكل كبيره، عنده موعد بيكمل الامتحان في سبيسة يضغط على الصغار يشوش عليهم، مرات يشتت في نتاعهم تصير مشكله، تصير اي لقطه في وسط القاعده نتاع الامتحانات، ولاد قال كلمه وبنت قال كلمه اطلع برا وخرج على وقتها ودير لها استدعاء ودير لك كذا، هذه كلها اشياء ماهيش كويسه، تاثر بها حتى الطفل الثاني موجود معاه في القاعه او الطالب الثاني، وتصبح في مشكله كبيره لها اول او لها اخر. واحنا ديما نقولوا فيها مدير المدارس اي استاذ مثلا عنده مشكله كي تلقاه من شخصيه العصابيه عنده اعصاب عنده مشاكل، المفروض من بعدهم كل بعد على قاعه الامتحانات وصلت الباب الاحتواء راي مهم جدا جدا. حتى كان اكتشفت عمليه غش في قاعه الامتحانات نحاول ناخذها بطريقه فنيه بحيث ما نجعلش الموجودين في القاعه. نعم. متابعه نعم. الاب والام حتى هي نفس الطريقه لها دور في المدرسه. الفشل في الامتحانات احنا مشكلتنا حتى العيل بعد ما يجاوب طول يجيبوه جيب الورقه شن جاوبت وشن درت، هذا سبب نوع من التشتت مش حيقدر يستمر لك ثاني يوم ثالث يوم. احنا بنقول فيها ما دام عائلك دار الامتحان وجاوب خلاص الورقه دي ننساها ما نشوفهاش، مش لازم نراجع شنو حل وشنو ما حلش، حتسبب له نوع من الوتيره، تسبب له نوع من القلق، يبدا يخاف لك امتحان ثاني. يا ولدي جاوبت كويس يا جاوبت كويس باي الحمد لله، حسيت روحك مجاوب باي الحمد لله خلاص الورقه دي ننساها، هي تعال ثاني يوم نقرا الورقه الثانيه ثالث يوم الورقه الثالثه. احنا شنو يصير لنا؟ تلقى الام قالقه فم باب مدرسه مدرسه والبوب السياره، ها شن درت؟ شن جاوبت؟ شن قريت؟ ان شاء الله السؤال اليوم جاوبت شنو؟ هذاك كذا، ما هو العيل يتعب، وهذا احنا مشكلتنا باهي. اعطاء الثقه في النفس الطفل والطفله والشابه والشابه شيء راي مهم جدا جدا، وتحمل المسؤوليه من اول شيء مهم. وهذا فرض لازم نعرفوه كل الاسر سواء كان الاب وسواء كان الام يعني. جميل. انت Yeah.